الوضع تعبان تعبان اغلب ايه؟ الناس بصراحه تعبت منه اي تعبت حيل تعبت والعالم ما جاي يساعد واحنا مجبورين على هذا الشيء. بالمقابل اليوم اكو نقطه مهمه انه بصراحه التقصير هو على الطرفين اليوم على صحيح. الدوله وعلى المواطن يعني صحيح. اغلب الناس لا بهذا الامر المواطن ازيد معني اها المسؤوليه اليوم اكبر على المواطن اكثر لان مو كل شكل نخليه عدل صحيح الدوله مقصره بالضبط دولة مقصرة صح بس ايه المقابل مسؤولية اليوم ايه بس الوضعية هسه علي انا احنا يعني هي اليوم ما تأثر بصراحة الكمامة والكفوف او لا ما تأثر قضية التعقيم يعني شيء بسيط يعني الكفوف بربع دينار شيء بسيط يقول لي تأثر علي تخنقني اليوم انت بصراحة حافظ على نفسك في سبيل انه تتجنب الإصابة وتنقلها لأهلك لعائلتك يقول لي اذا ما تهمك اهلك اذا ما يهمك نفسك روح فعائلتك اهم بالضبط وهذا المفروض اللي يصير صح ولا لا؟ صحيح ان شاء الله يحفظك جميعا الله والديك حياك الله يحفظك الله يسلمك ويعزك يعني اكيد مثل ما تحدثنا هي قضيه قناعه وقضيه توعيه يعني بالدرجه الاولى اليوم انه يعني الاجراءات الوقائيه والالتزام ببعض التوجيهات الصادره من الجهات المختصه.